عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اكيد وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي احسن الاحوال. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان عمركم كامله تكون بصحه جيده وتكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا اليوم ان شاء الله فيديو جديد كما قلت لكم. انا خارجه هكا دابا، باغا نتقدا هكا شي حويجات خاصني للدار، وقلت نفتح معكم لا فيديو وتمشيو معايا ونشوفوا شنو كاين الجديد وشنو اللي حاجه اللي جديده وشنو بزاف ديال الحويجات هادشي اللي كاين. خليكم معايا ان شاء الله حتى الاخر ديال لا فيديو. بغيت نشارك معكم واحد المحل جيت، خاصني هكا واحد الشبيكه وخاصني شي حويجات، ولقيتو الصراحه جاب شي حويجات داكشي الزوينين. شوفوا اول حاجه نشارك معكم هو هاد الطبيجين، هذا كري شو كي داير ديال انوكس، هذا جرانيت ياك حسن؟ هذا ديال جرانيت، عتي زوين عجبني غزول. وهذا ديال انوكس، وقلت هكا نشارك معكم المعنات ونشارك معكم داكشي الجديد. هنايا عنده جبيبنا ديال الدجاج، وهادو ديال الحوت، هادو ديال الدجاج والحوت. هكا الا كان عندك ضياف ولا شي حاجه زوينين رائعين ديال انوكس حتى هما. هكا قلت هكا ندير لكم جوله معايا وتشوفوا شنو اللي كاين. عنده هادو هنايا ديال كريستال هكا اللي كيدير فيهم الشوكولا اولا بحال دابا هكا الحلوى التمر زوينين. وهنايا هاد البلاصه هادي فيها الدجاج، فيها هادو العطريه، واللي حمقوني كتر هما هادو. شوفوا البنات هادو ديال الزيت في لونواغ فنين كيحمقوا. وهنايا هاد الغونجمو هذا ديال الخبز هكا في البيض، الصراحه عجبني، قلبت عليه لونواغ ما لقيتوش، لقيت عنده غير البلون. وهنايا غنشارك معكم شوفوا هاد القريعات هادو الصغيورين، انا غادي نهز وحيده غنوريها لكم، ديال هكا لا كونفيتور هكا العسيله كديريهم هكا هنايا في هاد القريعات، كيجيو رائعين كيجيو زوينين. هادو ب 5 دراهم البنات صافي. وهنايا هاد البلاصه هادي كامله تقريبا هنا داير 5 دراهم وداير 6 دراهم وداير 7 دراهم. بحال دابا هاد الغرف هذا 5 دراهم، زلايف البويت سامبل 5 دراهم، هادو هاد الطويجنات اللي دايرين هكا داير لهم 7 دراهم. كاين هادو السوفر هما غنوريهم لكم فنين داير لهم 6 دراهم. كاين هاد البصل هادو كبار، كاين ديال 30، كاين ديال 25، كاين ديال 40 درهم، يعني داير واحد الثمن اللي مناسب وزوين الصراحه. حمقني هاد المحل، دخلت ليه الصراحه عجبوني فيه بزاف ديال الحوايج والمعنات عنده رائعين. قلت ضروري خاصني نشارك معكم هاد المحل هذا. شوفوا هنايا هاد المبخره هادي اللي دابا طوندونس اللي كيبانو وكيعجبوهم الناس بزاف، فلو نوار والذهبي كتجي زوينه هكا كتحط في الصالون اولا في السيجور كديكور كتجي رائعه. وهنايا قال لي راه ملي كديريها في الضو هاد الدائره ديالها كتشعل حتى هي بالضو، كتجي عاطيه واحد المنظر اللي زوين والبخور هكاك طالع. هنايا غنشارك معكم حتى هاد المقيلات هادو ديال الجرانيت، عتي تقالين وصحيحين زوينين حتى هما هكا. هكا كتبغي تشحري شي حويجه ولا هادي حتى هما زوينين هكا، ثلاثه كيتباعوا سيري. وهنايا هادو لي مول ديال كيكا اللي دابا حتى هما طوندونس في هاد الوقيته هادي اللي كيتباعوا في لي باج، حتى هو عنده هكا لي مول جميع الانواع جميع الاشكال عنده. هنايا حتى هما لقيتهم عنده. وهنايا غنشارك معكم واحد الكاس اللي زوين الصراحه وعجبني بزاف، هاد البلاصه فيها غير الكيسان رائع، الكيسان عتي موديل كاين ستيك في موديل. هنايا لقيت هاد الكويسات هادو، سولت على الثمن قال لي 13 درهم الواحد وما كاينين 6 في الباكيه، حتى هما مزيونين هكا الماء وفيهم ديك الوريضه زوينين. هنايا راه حاولت انني نشد لكم المحل من الفوق باش تشوفوا داكشي اللي عنده وداكشي الصراحه الزوين. وهنايا لالو يا لالو اجيو تشوفوا لي الورود، شكون اللي بحالي كتحمق على الورد يكون عندها فكه في الكوزينه في الحمام دير بيه لا دوكوراسيون كيجي حتى هو زوين. محل رائع، علاش ما قلبتي في اللوينيات في هكا المواد ديال التنظيف، كلشي كلشي عنده ابتداء من 5 دراهم. جايب ديكشي ديال تركيا، جايب ديكشي رائع زوين، حمقني انا المحل، قلت خاصني ضروري 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 نشاركو مع الحباب ديالي والمتابعين ديالي والناس العزاز عندي. هنايا كما غتشوفوا هاد لي غونجمون هادو حتى همايا اللي هكا كيداروا في البيوت، كاينين في لونواغ وكاين في اللون ديال الخشب. وهنايا بغيت نشارك معكم هاد الطنجرات رائعين، شنو نقول لكم، شي حاجه طوب، شي حاجه زوينه، شي حاجه واعره واعره. انا حمقوني بزاف. هنايا هادو هما سيري فيه تقريبا 4 ولا 5،
زوينين وتقالين وديال الجرانيت ديال برا ديال تركيا. يلا جيت دابا للدار نشارك معكم المشتريات اللي شريت. صراحه داكشي اللي خرجت عليه ما لقيتش داكشي اللي غادي يعجبني، وحتى اللون اللي انا باغا ما لقيت شي حويجه ضروري فاش كنخرجوا ضروري ما كنشريو هكا شي حاجه ضروري ومؤكد. هنايا خديت واحد الزيفات زوينين حسن هنايا عجبوه، هذا عندك الحانوت اللي كنتو شفتو معايا عنده داكشي ديال 5 دراهم وعنده 6 دراهم وعنده 7 دراهم على حسب المايونيز. هادو خديتهم مزيونين وفي هاد اللوينات هادو. حسن تشها فيهم البصاره قال لي والله الا صافا هادو غير ديال البصاره ناكلو فيهم البصاره، قلت له والله لا. وخديت منهم هكا 6، هادو خديتهم ب 7 دراهم مزيونين حتى يعني حتى اللودع ديالهم صحيح زويني شو على اللوينات فيهم كيفاش دايرين رائعين. خديت هنايا خديت 6 هما شوف كيفاش كيجي كيجيو هكا زوينين بزاف هاد الشكل هذا. وخديت هنايا هاد القريعات هكا ديال الزيت عجبوني مع كيما شفتو انا عندي كوزينه في لونوار والكري، عجبوني هاد القريعات هادو ديال الزيت في لونوار. وانا ناخذ هكا جوج وحده زيت العود وحده الزيت هكا الروميه. شوف كيفاش كيجي الستيل ديالو زويون. هادو خديتهم ب 18 درهم الوحده. وخديت الصراحه خديت هذا السلوفان خرجت عليه ترى باش ناخذوه لحقاش انا كنستعملو بزاف وكنحتاجو بزاف هكا كتغطي بها هكا شي حويجات ولا هذه خرجت عليه ودو باش ناخذوها وخديته. وخديت اعزكم الله خديت هذا الشفاف هذا الصفر ديال هكا ديال الجباب. انا كنستعملهم هكا في البوطاجي كنقطعو وكنستعملهم في البوطاجي هكا كينشفو مزيان البوطاجي. خديت واحد خديته ب6 دراهم. وهنايا خديت هادي الصراحه هادي كنت معولش على انني انا ديجا عندي هذيك اللي كتخدم هكا كدور هكا اوتوماتيك في السطل ديالها كدور هكا كتبركي لها كدور. هذيك ديجا انا عندي ديال تركيا زوينه الصراحه كنشفف بها رائعه. وصافي انا فاش شفت هذه عجباتني قلت لحسن ناخذ وحيده وخديتها. هذه هكا غير تشفيفه هكا ناشفه كتنفع الصراحه بزاف. راني باقا نقصر على العود عاد غادي نطولو لها على حسب القياس اللي بغيت. خديت وحده وخديت لها عمره ديالها وحده داكشي ما وريتهاش ليكم حيتها. خديت لها هكا عمره ديالها هكا في البلوسيال وهذه في البلو مارين هكا مغلوقه. وخديت هذا الطراب خديت هذا الطراب هذا ديال تاتش ماركه تاتش واعره ومعروفه الصراحه الماركه ديالها زوينه. كما شفتوا انا شفت هذاك المحل ابتداء من 5 دراهم ودخلت لقيت داير لوز داكشي ديال 5 دراهم داير 7 دراهم داير 8 دراهم على حسب شنو الحاجه اللي بغيتي ولي كاليتي. الصراحه زوين زوين انا حمقني ديك المحل. وهذا ما كنتش عوالي عليه ناخذه لان ديجا كان عندي واحد كبير وصراحه ثقيل بزاف. هذا فاش شفتو هكا غير صغيور وعملي يعني نخدم به بحال هكا لي كيك وديكشي. ها هو خديتو في هذا وفي هادو وفي هذا ترى انا كما قلت لكم باش عجبني عجبني هكا لحقه صغيور هاو صغيور زوين يعني عملي خفيف يعني دغيا يعني دغيا تخدمي به يعني ماشي بحال الاخر كبير ثقيل. صافي هادشي اللي خديت. وخديت هكا الصهيب خرج شريت له هكا ليكوش هادو ديال دودوت هما اللي كنستعمل له صراحه زوينين 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 بزاف. واحد السيده كانت قالت لي علاش ما شاركتيش معنا الشنطه ديال الولاده. والناس اللي متبعيني اللي زعما كيتفرجوا في دي فيديو ديالي عرفوا بان الولاده جاتني على غفله داكشي علاش ما شاركتش هذا. وفاش دابا جبتهم قلت والله حتى شاركهم حتى هما معكم. خديت الصهيب ليكوش لانني هما اللي كنستعملهم له الصراحه زوينين لا مارك واعره ولانجيت ديالهم.
هما اللي كنستعمل ليه زويني زويني بزاف، هما مستخلصين من زيت بارافين ومن الصبار، لهذا في النيل انا درتهم له تقريبا من زيت رائعين رائعين بزاف. غير هما الحاجه الوحيده اللي بغيت نشاركها معكم هو انهم فيهم بروميير وفيهم دوزيام، يعني راه الدوزيام ديالهم كيكونوا ناقصين شويه في الثمن والبروميير كيكونوا زايدين في الثمن. صافي هادشي اللي خديت كما قلت لكم سير فما مشاك الله، عولت نخرج نشري الحاجه صدقت شريت حاجه وحده اخرى. هادشي اللي كاين دابا ان شاء الله باذن الله هندوز نوجد العشاء وغنشارك معكم واحد العشاء اللي اقتصادي وسهل ودغيا كيوجد معايا، يعني ما كياخذش منك الوقت بزاف. خليكم معايا هنايا البنات، بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجه غادي ندير هي انني غنصاوب واحد الصبه هكا العشاء، كتجي زوينه وكتجي خفيفه وكتجي رائعه ولذيذه لذيذه، كتجي زوينه بزاف البنات، نتمنى انكم تجربوها. هنايا عندي هنايا القريعه الخضراء وعندي البرو، هما اللي غادي ندير بهم الصبه هكا، وصحيه في نفس الوقت حتى للوليدات. وعندي الكرافس وعندي قزبر معدنوس وعندي زويته بلديه والعطريه. هنايا اول حاجه درت هي انني خديت القرعه الخضراء قطعتها هكا طريفات ووجدت الكوكوط حدايا باش غادي نديرها فيها، وغادي نقطع حتى البورو حتى هو غادي نقطعو هكا طريفات حتى هو صغيورين وغادي نديرو، وموراها غادي ندير ان شاء الله غادي ندير عليهم هكا زويته بلديه، غادي ندير الكرافس، غادي ندير القزبر معدنوس، وغادي نبدا ندير العطريه ديالي. بالنسبه للعطريه البنات هاد الصوبه كامله ما كتبغيش العطريه بزاف، كتبغي غير ويز المعلقه. بالنسبه للملحه كديري القياس ديال الذوق ديالك، بالنسبه للسكينجبير شويه ديال البزار صافي، هذه درت فيها غير سكينجبير والبزار ومليحه، غادي ندير رويز ديال المعلقه صافي. هنايا رديتها فوق البوطه وغادي نسد عليها باش غادي يطيب ان شاء الله. وهنايا البنات غادي نشارك معكم بيتزا بلا باط ديال بيتزا، فقط غادي ندير هكا غير الباغيت، فاش كنت جايه شريت معايا الباغيت جبتو، غادي نصاوبو ان شاء الله، غادي تشوفوا واحد الطريقه اللي ساهله وزوينه، بعد ما غتكون الصوبه قربت توجد ليا غنكون انا ساليت هاد الميني باغيت. المهم هنايا كما شفتوا معايا وجدت كلشي، وجدت الطون، وجدت هكا الكاشير، الفرماج، الزعتر، الزيتون، كحل، شويه القزبر معدنوس مقرط، ومطيشه ديال الحك، وشويه ديال العطريه وزويته بلديه. هنا كما اول حاجه غادي ندير هي انني غادي نبدا نقسم الباغيت ديالي هكا كما شفتو قطعتو، شنفتو بحال الشكل اللي كيتقطع الفقاص، كيجي هكا كيعطي واحد المنظر اللي زوين ورائع. هكا قطعتو طريفات وغادي نبدا نحلو هكا من الوسط باش غادي نديرو بحال شكل ديال باط ديال بيتزا، هي ماشي باط ديال بيتزا، هي غير الباغيت كيجي هكا معمر، كيجي الطريقه ديالو زوينه ورائعه، وحتى في المنظر ديالو كتجي زوينه. هنايا اول حاجه غادي ناخذ هو انني خديت هكا مطيشه الحك، عندي جوج معالق تقريبا مطيشه الحك، وغادي ناخذ واحد الكويس ديال الماء، غادي نبدا نخلط به هكا لاصوص ديالي. لاصوص هاد الطريقه هادي كتجي سهله كما قلت لكم، ما تاخذش منكم الوقت كاع بزاف. هنا كما شفتوا معايا كنزيد الماء شويه بشويه حتى كناخذ القوام ديال لاصوص اللي انا باغا، وغادي نبدا ندير ليها هكا العطريه. هنايا غادي ندير ليها شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، غير رويز رويز المعلقه، شويه ديال البزار، مليحه على حسب الذوق. وهنايا غادي ندير البودر ديال الثومه هكا، ما يمكنليش نحك الثومه باش ما كتجيش هكا كباينه، لحقاش لاصوص ما غاديش طيب ما حتى شي حاجه. وغادي ندير زويته بلديه وغندير شويه ديال القزبر معدنوس صافي، وغادي نخلطها هكا وشويه الكمون عفوا، وغادي نخلط هكا لاصوص مزيان حتى كتندمج ليا ديك العطريه كامله مع ديك مطيشه وزويته، وهذا كتجي لاصوص رائعه. المهم ها لاصوص ديالي دابا وجدات، الباغيت حتى هو وجد. هنايا غادي نمشي نحل على الكوكوط، لقيت بان الصوبه ديالي وجدات طابت صافي. هنايا غادي نضيف عليها واحد جوج ديال الكيريات وغادي نطحنها، وهنا غتكون الصوبه ديالي وجدات. غادي نمشي باش نبدا نعمر الباغيت. هنايا بديت كندهن لاصوص هي الاولى، درت الكاشير موراها، درت هكا يا الطون، المهم هكا كتجي هكا مرتبه كتجي زوينه، درت الطون من موراها. غادي ندير هكا الزيتون كحل من الفوق، غادي نضيف عليها الزعتر من الفوق صافي، وغادي نكون ديك الساعه انايا شعلت الفران هكا دافي، نخشيها غير يدفى ديك الباغيت وديك الشيء صافي، وكندير عليها الفرماج من الفوق كنضيفو عليها، كتجي رائعه يا البنات، وكتجي غزاله، كتجي لذيذه، وحتى الوليدات كيحمقوا عليها الصغار كما شفتوا، عشيوه اقتصاديه سهله. بابي كما غتشوفوا معايا يلاه ساليت، هذه هي العشيوه ديالنا، نشارك معكم الصوبه بعد ما طحنتها بالفرماج، شو كتجي يا سلام، وكتجي رائعه وزوينه بزاف ولذيذه لذيذه لذيذه. وهنايا
هذا هو الباكيت اللي صاوبت، كيجي هكا على شكل ديال البيتزا، كيجي رائع. يعني ما تحتاجيش العجينه ديال البيتزا، غتصاوبي غير هكا، كيجي هكا حتى هو معمر وكيجي زوين هكا. درت لهم مع الصوبه، كيجي رائع وكيجي لذيذ. وهذه هي العشيوه ديالنا، اللهم ادم نعمه ولا تحرم من الزوال، الحمد لله على نعمه الله. كنتمنى هاد الوصفه اولا هاد العشيوه اللي شاركت معكم تكون نالت الاستحسان ديالكم وتكون عجباتكم ويكون عجبكم حتى لا فيديو. شكرا لكم على المتابعه، وما تنساوش احبابي لي لايك والبارطاج للقناه، ولي اول مره كتشوف القناه ما تنساش انها دير الاشتراك وتفعل الجرس باش دائما يوصلها الجديد ديالي. شكرا لكم على المتابعه، واكيد ان شاء الله غادي نخليكم مع فيديو جاي. بسلام عليكم.